ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم الفشار. طبعا كلنا بنعرف نعمله، هو سهل جدا، بس انا بعمل فيه حاجات بسيطه كده بتخلي طعمه احلى وجميل وغني جدا. هنا معايا على النار حله فيها زيت، تمام؟ كلنا عارفين طبعا ان احنا نحط له زيت، شايفين الزيت كتير ازاي؟ انا بحب احط له زيت كتير، بيخلي طعمه جميل جدا جدا جدا. كل ما بزود له زيت بيخلي طعمه مختلف، ما بيبقاش ناشف كده، بيبقى طعمه جميل قوي. نزلت الفشار اهوت في قلب الزيت السخن، وزي ما قلت لكم حاطه زيت بكميه كبيره شويه عن المعتاده، وهسيبه يتقلي وهوريه. خلاص انا نزلت الفشار زي ما اتفقت معاكم، هيتقلي في الزيت الكتير. وهنا معايا ملح، طبعا كلنا بنحطه عادي. ومعانا يا هنا حاجه بجيبها من عند العطار، تتبيله كده بيبقى طعم زي الاطعمه بتاعه الكاراتيه كده، في طعم بالشطه والليمون، وفي طعم بيبقى او الشيبسي، او في طعم بيبقى بالجبنه المتبله. انا مختاره طعم الجبنه المتبله، بيبقى حلو جدا مع الفشار. بحط الجبنه، الطعم بتاع الجبنه المتبله ده مع الملح مع الزيت الكتير في قلب الفشار، بيطلع طعمه جميل جدا. لازم تجربوه بالحاجتين الزياده دمت، هيغير طعم الفشار جدا وهيخليه طعمه جميل جميل جدا. وهو الفشار بعد ما طلعته لو تلاحظوا لونه بيلمع، زي ما قلت لكم الزيت بيبقى كتير، حتى كان بعد ما اتقلى كده كان في شويه زيت نزلوا بينزلوا في قلبي، بفضيه معاهم برده. بيبقى في قلب الحله شويه زيت صغيرين كده برده تفضيه فوقيه، بيبقى الصراحه طعمه مختلف جدا. وجربوه طبعا، ده ما ينفعش اللي عايز يعمل رجيم نهائي، بس هو يعجبكم جدا. وزي ما قلت لكم نزلت الملح ونزلت الطعم اللي انا جايباه من عند العطار دوت، وكل واحد زي ما يحب يجيب الطعم اللي يعجبكم. وفي اطعمه كتير، تمام، بس انا بحب الجبنه المتبله مع الفشار. يا رب يكون الوصفه عجبتكم، متنسوش في اللايك في الشير والسبسكرايب. مع الف سلامه.